اهلا بكم البنات، منا تكونوا بالف خير وصحه وسعاده يا رب. معودناكم دائما مطبخ روزا. اليوم جبت لكم مملحات البسيطه السريعه كما راكم تشوفوا هنا، خدمناها بالخبز البايت يعني بالتيبان. وصفه سهله، هنا ما ترميش الخبز البايت، نستعملوه كمقبله، نقدموها مع حريره او شربه. البنات سهله وبسيطه سريعه التحضير بمكونات موجوده في كل بيت، مكونات تقدري تبدلي فيها انت كي تبغي. سهله البنات سهله كما راكم تشوفوا، كميه لا باس بها. روحوا تشوفوا المقادير. هنا البنات بداو بالحشوه نتاعنا او لافاقس اللي نعمروا بها الخبز. نحطوا فيها، نجيبوا مقله نسخنوها مليح، نديروا فيها 4 مغارف تاع الزيت، نزيدوا عليها حبه بصله اللي كما راكم تشوفوا قطعناها هنا، نحركوها حتى تدبال، نزيدوا لها 3 حبات فلفل اخضر اللي كنا تاني قطعناها قطع صغيره، نزيدوا لها حفنه من الزيتون، الزيتون الاخضر هنا، نقليوهم مليح حتى تدبال. نزيدوا التوابل اللي هي ثوم وزعتر وفلفل اسود وملح هنا، نقليوها مليح كما راكم تشوفوا مع التحريك المستمر. نزيدوا لها قابصه تاع الطون هنا، استعملتها بها بالزيت نتاعها، نقليوها البنات مليح وننتقل للمرحله الثانيه. هي مرحله كما راكم تشوفوا هنا عندي باغيت بايت او تيبان البنات، بايت تاع 3 ايام ولا 4 ايام. نجيبوه نقطعوه الى مرصويات صغيره فيهم 4 سنتيم كما راكم تشوفوا، نقطعوه بالسكين يكون منشار باش ما يتفتتناش. هنا كما راكم تشوفوا نجيبوا قطعه ونخويوها من البابه، نخويوها من الداخل حتى كما راكم تشوفوا نديرولها حفره من الداخل بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. نديو المورسو ونخويوه من الداخل، ما نخويوهش حتى لتحت، نخويوه من الداخل فقط باش نجبرو وين نديرو الحشوه اللي عندنا. البنات طريقه سهله وسريعه هنا باش ما نضيعوش الخبز اليابس، نستعملوه كمقبله. نتمنى تعجبكم الفكره، جربوها. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خوينا الخبز نتاعنا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، نجيبو لافاقس اللي كنا طيبناها اول الحشوه تاعنا، نحطو كل حبه نديرولها ملعقه بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا بها. نعمروهم الكل بنفس الحجم، البنات تقدري تغيري في الحشوه. انا درت هذه الحشوه، انت تقدري ديري دجاج او مرقاز او اللحم المفروم، تقدري او الكاشير اللي كان عندك تقدري تستعمليه. هنا بعد ما عمرنا الخبز نتاعنا نجيبو فروماج رافي ونحطو القليل على كل حبه كما راكم تشوفوا حتى نكملوا المجموعه اللي عندنا بهذه الطريقه. هنا بعد ما نكونوا مسخنين الفرن تاعنا نكونوا شعلنا له من تحت، نحمروهم القليل ونشعلهم من الفوق يتحمروا بهذه الطريقه. نتمنى تعجبكم الفكره البنات وتجربوها، فكره رائعه سهله وبسيطه. ومع السلامه.